مصر ممتاز، يعني في حراس كتير متألقين هذا الموسم، لكن يعني احنا معانا دلوقتي كمان على الهاتف واحد من الحراس المتألقين لأكتر من موسم، يعني بقاله فترة كبيرة وخبرات كبيرة في الدوري المصري الممتاز، كابتن عماد السيد حارس مرمى الداخلية. كابتن عماد مساء الفل وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل يا محمود وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. اهلا بيك وتحيات كابتن شريف عثمان لي. عمده حبيبي كابتن شريف، عامل ايه؟ الحمد لله كابتن، الله يكرمك حبيبي، الله يخليك. طيب يعني كابتن عماد، احنا بنشوف الداخليه يعني برضو الاداء كويس جدا وفي تطور في الاداء خلال الموسم، لكن الفتره الاخيره برضو النتائج مش احسن حاجه، اسباب ده ايه؟ والله انت بتلعب، انت الفتره اللي فاتت دي الماتشات كلها صعبه، الفرقه كلها مركزه، المستوى كله قريب، يمكن احنا وصلنا كتير الماتشات اللي فاتت دي، وما في ماتشات كنا يعني تعادلنا، وفي ماتشات كنا نستحق ان احنا نكسب، زي ماتشات كتير الناس كلها شافتها ضيعنا فرص كتير، بس انت برضو زي ما انت بتقول ان احنا ضيعنا فرص، ودي كانت اسباب برضو زي ما بقول لك، ان احنا ان انت ضيعت منك فرص وضيعت ماتشات كتير كان ممكن تكسب، وكان زمانك قاعد دلوقتي في الدوري المستريح. صحيح. طيب يعني من البدايه بقى خطوه الداخليه، يعني في اول الموسم كان في عروض كتير لكابتن عماد السيد، ويعني منهم الاسماعيلي واكتر من نادي كان في تواصل مع حضرتك، لكن في النهايه خدت قرار مع الداخليه. فيما بعد بقى يعني الموسم المقبل، هل مستمر مع الداخليه؟ هل في عروض اخرى؟ انا الاول بس ان انا طالع عار من نادي الجيش صحيح تحت تمارين الداخليه في شهر واحد. صح. اتمنى طبعا ان شاء الله ربنا يقدر يعني يكرمنا ويوفقنا ان احنا نقدر نقعد ان شاء الله في الدوري، وبعد كده اشوف الدنيا ان شاء الله لسه. يعني طبعا نهايه الموسم ان شاء الله هترجع تاني على طلاع الجيش. انا مو يعني انا طالع عار من طلاع الجيش، على طريق طلاع الجيش هو اللي هيتحكم في مصيري، هو اللي هيحدد. صحيح كابتن عماد، انا بشكرك، اتمنى ان شاء الله الداخليه تكمل في الدوري، وبرضه انا عايز يعني يمكن شريف عارف القصه دي كلها، شريف عاش معايا القصه كلها والصبر اللي انا عدتها واتمرنت معاه، وحابب طبعا اشكره على الهوا. شريف بعيد عن الكوره، يعني شريف انسان كويس جدا وانسان محترم وبيحب شغله ومدرب كويس ومش واخد حقه، بيتعب وبيشتغل، وربنا يوفقه ان شاء الله الفتره الجايه نشوفه في الدوري الممتاز ان شاء الله. حبيبي كابتن عماد، انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني تشرفنا بوجود حضرتك معانا. حبيبي شكرا كابتن. طيب يعني انت